اهلا بنات، صباح اخباركم؟ صحيحه لاباس؟ شوفوا باش نكون معكم واقعيه، دابا كنت كندير سبور غير في الدار، درت واحد ساعه على روبيا سبور، ابخي خديت ما دوش وخديت ما تيزان، وقلت والله تنشارك مع البنات الحويجات اللي عاونوني باش انني طيحت اكثر من 18 كيلو في مده وجيزه وبلا رياضه بلا والو، مع ان هاد القضيه ما مزياناش. ديما النظام ديال الاكل الصحي خاصو يترافق مع الرياضه، ولكن حنا السيدات والمعظم ديال السيدات عندنا حويجات اللي كيخليونا تنعكزو مع الوليدات، الشقه ديال الدار كاينه اللي خدامه الله يحسن العوان على برا وخدامه لداخل في الدار، ومع الوليدات ديال المدرسه جيب تقضى كاينه اللي هازه مسؤوليه اكثر من المسؤوليه ديالها. داكشي علاش غنعطيكم اموا حويجات اللي غادي يعاونوكم نفسانيا اولا، وكذلك يعاونوكم باش انكم ما تحبسوش الريجيم ديالكم وما تملوش منه. الناس اللي متبعيني عارفين لي غسيل ديالي، عارفين الحويجات اللي كنتبع، ولكن الناس اللي يلاه غينضموا للقناه معنا ان شاء الله اليوم، بغيت نقول لكم شي حوايج اللي يقدروا يعاونوكم. اول حاجه كنأكد عليها هي انك انت تكوني باغا تبدلي، انتيا الا كانت عندك العزيمه شي لاخر كله كيولي يجيك ساهل، ما غاديش توحلي فيه نهائيا. يعني شوفي راسك انتيا في المرايه، واش انتي قابله على ديك الحاله اللي انتي فيها؟ كنتي قابله وصحيحتك مزيانه داكشي اللي بغينا، صافي خليك كيف ما انتي. ما كنتيش راضيه على راسك وما عجبكش الحال والصحيحه ديالك كتشوفيها في تدهور، هنا خصك توقفي وقفه، بغيت نقول لكم وقفه رجال، حيت كاينين شي عيالات اللي عندهم الوقفه ديالهم اكثر من الرجال. بغيت توقفي وقفه عزم واصرار، قولي غادي نوصل لديك الحاجه، بغيت نوصل ليها وغادي نوصل ليها باذن الله. حيت الا كنتي كتامني بشي حاجه، ان كتامني بان الله الا شافك كديري اكثر من مجهودك ودايره داكشي اللي عليك انه غادي يجازيك واحد النهار، كوني اكيده انه بصح غادي يجازيك. المهم كيف ما قلت لكم، اول حاجه العزيمه، ثاني حاجه لونتوراج. لونتوراج البنات كيعاون بزاف بزاف، راه ماشي سورتو في الاول، راه ما يمكنش انت غتدي يلا غتدي الريجيم صافي غتكوني صافي غتقدري تقطعي كل شيء في مره، غادي اللي شفتيها ما غاديش تشهيها ما غتسوقيش ليها، لا هادشي كيجي من بعد، من بعد غتولي ما تسوقيش الحاجه، طيبيها وعرفها بنينه وزوينه تقدري ما تسوقيش لها لانها ماشي صحيه، ولا تقدري تدوقي منها دغما جوج غير باش ترضي راسك وصافي، ما ندوي على من بعد. لونطوراج البنات مهم بزاف، خاصك ضروري تدوي مع الناس اللي معاك في الدار، مثلا الزوج ديالك، الوليدات اللي كانوا باقيين صغار ما غيفهموش، ولكن مثلا الزوج ديالك اللي كنتي مزوجه، الا كنتي ما مزوجاش اللي باقا مع والديك، غدوي معاهم بطريقه زوينه، تقول لهم انا راه كنشوف راسي راه انا ماشي مزيانه بحال هكا، الصحه ديالي غدا وكتقلال، ما عندي لا سفن لا والو، بغيت نضعف، ما راضيش على راسي شكلا وصحيا، ما عجبنيش الحال. غدوي معاهم يصبروا معاك على الاقل مده ديال 15 يوم بما بديتي كتشدي في الريجيم، واحد جوج سيمانات. انا بالنسبه لي انا جوج سيمانات كافيه، انني انا هادشي اللي درت النهار الاول، دويت مع راجلي قلت لي شوف ما تبقى تدخل ليا لسقاطه، ما تبقى تدخل ليا حتى حاجه، اللي الزيت منعته، انا اصلا الزيت منعته من نهار شريت الاير فراير نفعتني بزاف، انا داوي على التجربه ديالي الثانيه. اما التجربه ديالي في ولدي الاول ملي ولدت وتزاديت وصلت ل 103 كيلو، تماك راه دوزت واحد الحرب، يعني بديت بالريجيمات اللي قاصحين وجاني افيويو وليت كناكل اكثر من الاول، عاودت غلاضيت، تازمت نفسانيا. انا كندوي لكم دابا على التجربه ديالي ديال دابا، لانني تعلمت من التجربه الاولى. التجربه الاولى جاني فيها فقر الدم، لانني كنت كنخربق بزاف وكنحرم راسي بزاف وما عارفاش بزاف ديال الحوايج في هذا المجال ديال الاكل الصحي. مي دابا ملي خرجت كندوي في هذا الفيديو، الا وانني اكيده من الحوايج اللي غادي نقول، لانني جربتهم، ماشي غير سمعتهم وشفتهم، جربتهم وبحثت عليهم مطولا، لان الحاجه اللي فيها صحتنا وفيها مضره لصحتنا خصنا نبحثوا عليها بزاف باش اننا نزيد القدام. اسمحوا لي الاذان كيأذن، غادي نقطع الفيديو وغنعاود نرجع معكم. غادي نكمل معكم دغيا دغيا قبل ما نفيق ولدي باش نوض انا نصلي الله يقبل. المهم كيف ما قلت لكم، فين كنا؟ قلنا على لونطوراج، كيما قلت لكم قلتها لراجلي، مثلا وصيت الاهل ديال الزوج ديالي حتى هما، قلت لهم الا جيت في الويكاند ولا شي حاجه، انا حماتي متفاهمه من الوسطي الوسيم، كاع الناس اللي تماك ناس متفاهمين وعارفين انني ملي كنغلط شنو داز عليا في الاول، فاش كنت ولدت ولدي الاول وكنت غلاطيت بزاف،
بزاف. حتى في ولدي الثاني راه كانت وصلت ل 110، دابا راه تبارك الله هو عنده 10 شهور. قلت لكم كنت وصلت ل 110. انا جايكم في الهضره باش نقول لكم شحال دابا وصلت الحمد لله. صافي دويت معاهم تقريبا واحد جوج سيمانات حتى لثلاثه سيمانات. راجلي ما كيدخل حتى شي حاجه، كيحاولوا ياكلوا معايا الماكله الصحيه. انا كنت مولفاها ليهم قبل ما بديت، انا بديت كنخرج على الطريق على السطر. صافي بداو يرجعوا ياكلوا معايا ديك الماكله اللي ما ضايقه حتى شي حاجه. صافي زعما ما قالوا لي حتى شي حاجه، بالعكس شجعوني قالوا لي حنا معاك. حرمت عليهم كسكسو مثلا، مشيت نهار الجمعه كنا كنمشيو ناكلو كسكسو في العشيه ولا ناكلو الحد، حرمتو عليهم حيت انا ما عنديش القضيه ديال الكسكسو. عندك الحق تاخذي منه 800 المعالقه، انا ما نقدرش، انا دكانيه عاونيه، خاصني نجلس ناكل كسكسو، ناكل كسكسو حتى نشبع عاد باش نوض، سينو ما ناكلوش حيت لا بديت ما غاديش نحبس. صافي كما قلت لكم تفاهمت معاهم على هاد الامور والحمد لله داز كلشي بسلام. من بعد ما بقيتش كنسوق، انا كنطيب الحاجه كنحطها مثلا ناكلها شي اللي كانت ماشي صحيه. بقيت غدا هكاك، وليت كندير من بعد جوج سيمانات الاولين درت نهار فري، ما نعاودش لكم ما قدرتش ناكل، ضراتني المعده. حتى ولفت الماكله الصحيه من نهار كليت داك التخربيق، في تخربيق ما كليت في الزنقه ما نكذبش عليكم، كنت بشهيه ماكدو كليت وبديت بيه الاول، واوليو باش ندير غوطا وحده فري درت نهار كامل. في الليل صافي بيتك كنموت كنموت بحريق المعده، حاجكم كانت قيه مع الدنيا ما تقبلاتش داكشي نهائيا. صافي من بعد بقيت غدا هكاك مزيان الحمد لله، كنت نقص 14 كيلو في الظرف ديال شغل يكون 3 شهور. ولكن البنات غتجيكم تقدر تجيكم مده طويله، ولكن راني ما حارمه راسي من حتى شي حاجه. دايوغ عندي لي فيديو اللي كنت كندير ديال الصيام المتقطع، فيهم لي غوبا ديالي كاملين، لي سناك معاش كناكل معاش كنسالي الماكله شنو كندير، الحساب لي كالوري اللي خاصيني في النهار. ما كنتش كندير سبور مره مره، الا درت لا مارش مره غير مره مره، مع شي ولدي كان باقي صغير وداكشي ما عنديش لي شدو ليا، وانا البلاصه اللي جيت فيها بعيده شويه معزوله، دونك هاد الوقت ما بقيتش كان الوقت راكم عارفين، ولا الوقت كتخلع تخرجي غير تمشي ولا شي حاجه تلقى لك شفار الله يستر، سيرتو بلاصه كما قلت لكم انا معزوله شويه. الحمد لله نقصت 14 كيلو في المده ديال 3 شهور، وكنت راضيه على النتيجه بزاف. هاد الوقيته هي فين حبست، ماشي حبست ما اضطريت انني نحبس. كنت مرضت في الصيف، مرضت ومن وراها مرض راجلي ومرض وليداتي، وراك عارفين كنت تنداو نعاديو بعضياتنا ملي تكونوا في دار وحده شي كيعادي شي، والام اللي كتاكل بدق لانه واخا كتمرض ما يمكنش تشد الفراش، يعني كتبقى كلهم كيبراو وهي اللي كتبقى مريضه. فريمون دازت عليا الصعيبه، الناس اللي متبعيني سو انستغرام راه كنت دويت معاهم على هادشي. من بعد سافرنا، وراكم عارفين السفر كنت خديت غير واحد 4 ايام ولا 5 ايام ما يمكنش ثاني نبقى، وكنا سافرنا اون فامي يعني ما غاديش نبقى مبرصتهم معايا، قلت خلي ديك 5 جوغ ماشي مشكل. جوست ابري جات الدخله المدرسيه، الدخول المدرسي مرونين راكم عارفين، ادوات كخطاب الحوايج، حيت انا خليت السفر حتى الاخر كاع، جاني مع السفر مع كنت مريضه ما قدرتش نسافر قبل، جاني مع السفر مع الدخول المدرسي. يلا بدينا نتاقلموا شويه، رجعت للروتين ديالي البروغرام ديال الماكله الصحيه وداكشي، جا داك الفاجعه ديال الزلزال. على داك الزلزال الله يرحم الموتى كاملين وتقبلهم يا ربي، سيدي عندك شهداء والله يصبر العائلات ديالهم، باقين في قلوبنا، باقين والله باقا الحرقه ديالهم في قلوبنا وربي شاهد. صافي مورها جا الزلزال، ابخي الزلزال مرضوا ليا وليداتي بجوج، غير دخل الخريف مرضوا ليا وليداتي بجوج. مي هادشي ما حبسش، ان هادشي ما كانش عائق قدامي انني نبقى شاده شويه، راه ماشي طلقت اللعب في مره، ما بقيتش شاده، بقيت شويه هكا شويه هكا شويه هكا شويه هكا، كنحاول ما امكن ما نديرش شي حاجه اللي غتزيد ليا في الوزن بطريقه خياليه، سورتو انا من الناس اللي دغيا كنزادو في لو بوا. صافي بقيت غدا هكا حتى دابا تقريبا هذه 2 سيمين الحمد لله. الامور كلها في في في, في بلاصتها، الوليدات صافي كلشي، ولدي دخل المدرسه، الوليد تاو بدا كيحبو بدا كيتبقشش وداكشي كنخلي على راحته. صافي عاد بديت كنرتاح نفسانيا والحمد لله كملت المشوار ديالي.
البارح تعبرت لقيت راسي نقصت 3 كيلو و200 غرام. شاركت مع البنات في انستغرام، غنخلي لكم مكتوب، وكذلك غنخلي لكم لليان في صندوق الوصف. تما كنكون 24 ساعه على 24 اجور، كل شويه كنحط لكم ستوري موتيفاسيون لي بون بلان، كلشي تماك في انستغرام. مع انني ما كنتش مدمنه ديال انستغرام قبل، مي لقيت راسي انني كنتقرب للمتتبعات ديالي اكثر واكثر اكثر من اليوتيوب، حيت اليوتيوب كنتعطل بزاف باش انني نحط لا فيديو. المهم باش نرجعوا للموضوع ديالنا، وسمحوا لي طولت عليكم بزاف. الحويجات اللي قلت لكم مهمين هو العزيمه، خاصها تكون عندك انت، ساعات تكوني باغا انك تدي الريجيم ديالك ولونتوراج ديالك. ثالث حاجه التقضيه، وتحاولي ما امكن ديما التقضيه تكون عندك في الدار، داكشي ديالك اللي غيخصك في الاكل الصحي، ماشي شي حاجه كثيره. مي نحاول انفيستي ديك الفلوس ديالي في شي حويجات اللي غينفعوني من القدام، غينفعوني في الصحه ديالي. يعني ما نعقش نقول لا، ولا نتقرم نقول لا ايوا صافي علاش غنشري هذه غاليه. كاينين شي حوايج مزيانين للصحه ديالنا، والصحه ديالنا امانه عطاها لنا سيد ربي، خاصنا نتهلاو فيها. يعني ما نقولش لا هذا ب 100 درهم ما غنشريش، نقدر نشري في بلاصتو حاجه اخرى. الوغ هذيك الحاجه اخرى تقدر ما تنفعكش اكثر من ان هذيك الحاجه اللي نتيا ما بغيتيش تشريها غادي تنفعك. وانا دائما كنريكوموندي لكم بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال المنتجات اللي انا كنبحث عليهم عاد باش كنريكومونديهم. كاين شي حويجات اللي كيصححوهم ليا بعض السيدات في الانستغرام، كنشكرهم بزاف، واللي قالوها ليا كنمشي نبحث عليها وكنلقى. الا لقيتها بصح صحيحه راه كنتفاداها، الا كنبقاش نريكومونديها. الا لقيتها ماشي صحيحه راه كنبقى نريكومونديها عادي. بون دابا انا كما قلت لكم بديت في شهر 5، الاخر ديال شهر 5 بديت الريجيم ديالي بالوزن ديال 110 كيلوغرام، والحمد لله الحمد لله انا دابا في الوزن ديال 92 كيلو. يعني الفرق ديال 18 كيلو راه ما يجمعها غير الفم، راه الفرحه ديالي كبيره بزاف. كنحس راسي ولات مزيانه في صحيحتي الحمد لله والشكر لله، فرحانه بهذا الانجاز الكبير، هذا الانجاز العظيم اللي درت. انا في ولدي الاول راه كنت طيحت 28 كيلو، وتا دابا غادي نوصل للهدف ديالي، وكنحس براسي انني ما غادي حتى حاجه ما غتغلبني حتى حاجه. بعض الحوايج تما عاوتاني اللي كينفعوني هما التحضيرات المسبقه. مثلا كان سورتو فاش يلاه كنت بديت، كنت كندير هكا خضره مسلوقه ديال 3 ايام، كندير مثلا الروز حتى هو كنديرو في الثلاجه، كندير هذوك لي فيغين ديال الشيا والشوفان. المهم هاد الحويجات اللي تما تيعاونوا بزاف، سورتو الا كنتي من النوع اللي كتعكزي انك تنوضي توجدي لك ماكلاتك، تحاولي ما امكن تدخلي معاك الناس اللي معاك في الدار حتى هما يوليو ياكلوا ديك الماكله الصحيه، باش هكا ما تضربيش تمره انك تطيبي جوج طيابات بحال اللي كندير انا. اكثريه كنحاول ما امكن ناكلهم معايا، لان هذوك لي غوسيط اللي كندير والله تبنان وزوينين والله العظيم. مثلا انا ولدي حتى هو ولا كيبغي لي بانكيك بالشوفان، مابقاش كيبغيهم ليا العاديين. راجلي تيبغي لي بات كومبلي، يعني تيبغيهم ديال الزرع. وليت كن لي سالاد، انا فما تيدير لي سالاد راجلي كيحماق عليهم، باغ كونطخ ولدي ما تيبغيش. ضروري من هادشي، ولكن شويه الصبر 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 الصبر. واللي كنأكد عليها هي الرياضه. انا مؤخرا وليت كنحاول دابا نديرها، مي من قبل راه ما كنتش كنديرها، ما كنلقاش ليها الوقت نهائيا. الا كان عندكم نتوما الوقت تقدروا ديروا لا سالاد، راكم غاديين دغيا دغيا غادي طيحوا لو بوا، ما غاديش توحلوا نهائيا. المهم نتمنى نكون قلت لكم كلشي، نتمنى الا نسيت شي حاجه جنقول لكم. انا بغيت غندير هاد لا فيديو درتها بوغ لا موتيفاسيون، باش نشارك معكم الفرحه ديالي اكثر من انني ننصحكم، لان اليوتيوب والانستغرام عامر بالناس اللي كيعطيو النصائح، الناس ديال التغذيه اللي مختصين في هذا المجال. انا شاركت معكم التجربه ديالي الشخصيه، وقلت لكم الحويجات اللي عاونوني كأم وكربة بيت وكسيده عندي مسؤوليه، عندي حويجات اللي كيبرسطوني شويه على الريجيم، باش انني نقابل ماكلاتي وداكشي. قلت لكم شي حوايج اللي غادي يقدروا ينفعوكم. بعد الحاجه الاولى، السكر ممنوع منعا كليا في الصيام المتقطع. السكر ممنوع منعا كليا، اللي بغيتي نتيجه 100% تكون مزيانه من المرحله الاولى، من السيمانه الاولى ولا من الشهر الاول. حاولي ما امكن، اللي غايقول لك قطعي الملحه تيخربق، حاولي ما امكن تنقصيها، غير ديريها باش تبني، غير قبيصه قبيصه وصافي، غير باش تبني الماكله ديالك نقصيها ما امكن. اي حاجه فيها الدقيق الابيض انتغدي بالمره، خدي الدقيق البني، خدي الشوفان، المهم كيما الزرع والقمح
ولكن احسن حاجه هي الزرع، لان هاد الكربوهيدرات المعقده كيتعطلوا في الهضم، وكل ما كتعطل حاجه في الهضم كل ما كتبقى مشبعانه مده طويله. المهم هادو بعض النصائح اللي انا تعلمتهم من ناس اخصائيين تغذيه او دكاتره ديال التغذيه، كنسمعهم حتى انا بغيت نشاركهم معكم الا ما كنتوش عارفينهم. بالنسبه لشنو نقول لكم، داكشي ديال الاعشاب وداكشي غير خذوه في الوقت ديال الصيام. من الاحسن اربع الحوايج اللي تاخذوا، الشاي الاخضر والشاي الاسود بدون سكر، او القهوه الخضراء والقهوه السوداء بدون سكر. هادو هما الحويجات حتى هما اللي غادي ينفعوكم، حيت كاين بعض الاعشاب يقدروا يبطلوا لك الصيام المتقطع. ما كاينين الناس اخرين تيقولوا لك لا، تقدري تاخذي الاعشاب اللي بغيتي، انت تهناي وما تاخذيهمش كاع في الوقيته ديال الصيام ديالك. صافي، المهم كانوا هادو بعض النصائح اللي بغيت نعطيكم. خرجت فرحانه من لادوش، وفرحانه بالكيلو اللي طيحت، بالوزن اللي طيحت، وبغيت نشارك معكم هاد الفيديو. تهلاو ليا في راسكم، السلام عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. باي باي، كنموت عليكم.